الدراري السلام عليكم. اليوم غادي نغوصوا كاملين في التاريخ وغادي نهضروا على موضوع مهم اللي كيتعلق بالديانه المسيحيه. مهم غادي نحاول نعطيكم العصاره ديال العصاره باش نفهموا كيفاش بدات هذه الديانه وكيفاش عيشات العصور اللي فات واش نوعهما الكتب ديالها وعلاش تفرقات وتحرفات كيف ما تيقولوا المسلمين واش اوجه التشابه بينها وبين الديانات الاخرى. خلاصه القول لما عندك حتى شي فكره على هذه الديانه تبع الفيديو حتى الاخير وغادي تخرج واحد الثقافه عامه حول الموضوع. في واحد المكان في أرض فلسطين وبالضبط في منطقة الناصرة كان واحد الكوبل كل أمال ديالهم هو أن الله يرزقهم بواحد الطفل. أنا يعني حسب المصادر الأجنبية أو حنا حسب المصادر العربية كان ديما ترفع كفوفها للسماء وكتقول يا ربي لرزقتني بطفل غادي نوهبو للخدمة ديالك حياته كلها. وبالفعل بعد 20 سنة من العقم استجاب الله للدعاء أنا أو حنا كيف ما قلنا على حسب المصادر العربية وزوجة عمران أو خواكين على حسب المصادر الأجنبية ورزقهم بطفلة واللي هي مريم العذراء. وأنا كانت عند الكلمة ديالها غير كبرات شوية وهبات مريم للمعبد فين غادي تولى تربيتها النبي زكريا ومن تماك مريم كرسات حياتها للعبادة. في شبابها كانت يزورها جبريل وكيخبرها أنها غير رزقها الله بابن وغيكون عنده واحد شأن كبير. بالفعل جا النهار اللي فعلا اللي حملت به مريم بعيسى ولدته وجات به القوم ديالها أنادا وحنا كاملين كنعرفوا القصة. والمشكل غيبدا فاش غترجع أم عازبة هزا ولده وهي اللي كانت حياتها كلها في المعبد وفقا للرواية الإسلامية وواجهتها مكاثرة بسبب ميلاد الطفل دون زواج وأشار عيسى ليها وطلب منها تلتزم الصمت ثم تحدث هو بنفسه باش يبرأ الوالدة ديالو من التهم الباطلة قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه المعجزة كانت أول علامات القدرات الخاصة والنبوة ديال سيدنا عيسى. ونشأ سيدنا عيسى بين أحضان والدة ديال مريم في بيئة مليئة بالتقوى والإيمان وكانت مريم تهتم بالتربية ديالو على القيم الدينية والروحية وعيسى كان طفل مميز وهذا ظهر من خلال الحكمة والفهم ديالو العميق للأمور من الصغار ديالو وتلقى أيضا التعليم ديالو وفق التقاليد اليهودية في ذاك الوقت حيث درس التوراة وطلع على الكتب المقدسة. لكن عيسى كان كيتميز عن الأقران ديالو بالحكمة ديالو والمعرفة ديالو الواسعة بالأمور وكانت عنده واحد القدرة اللي نقدروا نقولوا ديال واحد الاستيعاب كتفوق الأقران ديالو. وكان عيسى نقدروا نقولوا أيضا على أنه كان مهيئ الأداء المهمة النبوية ديالو كان كيظهر واحد تقدير كبير للقيم الروحية وكان الله كيحفظ ربط وبشكل طبيعي للرسالة العظيمة اللي غيحملها لاحقا. اللي خصنا نعرفوا أن الكتب اليهودية كانت كتهضر على أنه غيجي واحد الرسول واحد النهار منتظر اللي غادي يصلح الأمور. وبدت دعوة عيسى ملي كان حوالي 30 من العمر ديالو وتلقى وحي من الله وكيؤكد على رسالته كنبي مرسل لبني إسرائيل ودعوته كانت لإعادة الناس إلى عبادة الله وحده واتباع القيم الأخلاقية والروحية. والحقبة فاش كان سيدنا عيسى هي حقبة الرومان اللي كانوا ديك الساعات كما تنقولوا حاكمين المكان. وقام سيدنا عيسى بالعديد من المعجزات اللي خلات صدى كبير آنذاك ودهلات الناس مثل شفاء المرضى وإحياء الموتى اللي زاد من عدد الأتباع ديالو اللي اعتبروه النبي المنتظر. ومن أهم مراحل دعوة سيدنا عيسى هي تكوين 12 حواريا اللي جمع فيها عيسى مجموعة من الأتباع المخلصين وعرفوا بالحواريين أو التلاميذ وكانوا رفقاء ديالو في الرحلات الدعوية ونقلوا التعاليم ديالو للآخرين. وكان من بينهم بيتر على حسب المصادر الغربية أو لا بطرس على حسب مصادر العربية أو لا جون أيضا توا كان من بين هاد الناس اللي هو يوحنا أو يعقوب اللي هو كنعرفو جايكوب واللي لعبوا دور حاسم في نشر المسيحية بعد الممات ديال عيسى. وعلى الرغم من أن عيسى كان نبي مرسل من الله واجه معارضة شديدة من السلطات الدينية اليهودية مثل الفارسيين اللي كانوا كيشوفوا في التعاليم ديالو تحديد النفوذ ديالهم والسلطة واللي زاد من عداوة القادة الدينيين ليه وكانوا كيحاولوا باستمرار يوقعوا به في خيخخ دينية ولا نقولوا قانونية. أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم وهذه المقولة هي من بين أكثر الحوايج اللي كان كيدعو ليها. ومن أشهر القصص أيضا على المسيح هو العشاء الأخير اللي كانت فرنسا حولوا مؤخرا كما شفتوا في لي جوز أولمبيك أنهم يشوه الصورة ديالو من خلال هذاك اللي جوز أولمبيك. القصة ما فيها هو أنه أيام قليلة قبل ما يتصلب سيدنا عيسى ناول العشاء مع التلامذة ديالو فيما يعرف بالعشاء الأخير أو التي تقول لنا مثل الإسبان لا أولتيما سينا. إلى هذا العشاء أعلن واحد من أحد التلاميذ ديالو على أنه غادي يخونه وكان سميته يهودا الإسخريوتي جوداس إسكاريوت وهو التلميذ اللي خان سيدنا عيسى وسلمه السلطات الدينية مقابل 30 قطعة
من الفضة مقابل القبض على عيسى بناء على تهمة التجفيف، وأحيل إلى المحكمة أمام السلطات الرومانية واليهودية بالرغم من البراءة ديالو، وتحكم عليه بالصلب وفقا للعقيدة المسيحية، وتصلب سيدنا عيسى في يوم الجمعة وتقتل على الصليب كفداء للبشرية. وفقا للعقيدة الإسلامية لم يصلب عيسى، بل رفع إلى السماء بأمر من الله ويرجع آخر زمان باش يكمل المهمة ديالو. بعد رفع عيسى استمر التلاميذ ديالو في نشر التعاليم في جميع أنحاء العالم، وولات المسيحية ديانة عالمية. كان هذا الجزء الأول من سلسلة حقيقة المسيحية. المعقول غادي يبدأ في الجزء الثاني الإخوان، ملي غنهضر لكم على اش وقع بعد النماذج ديال المسيح، وكيفاش انتشرت المسيحية وبنوا فيها بزاف ديال المذاهب، وغادي نهضروا على حماقات الكنيسة وكيفاش شبكات بين المسيحيين والمسلمين. في حال عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش انكم تدعمونا في القناة، لانه غادي يزيد شجعنا باش نزيدو نحط لكم فيديوهات اللي ان شاء الله غادي يعجبكم وغتكون هادفة. وخصكم تقولوا لي المهم باقي ما سالتش الخدمة داخل الصالون، راه درنا تعديلات راه شحال هذه ما صورتش، لانه الاخوان انتم كتشوفوا الصباغه والروينه، عاودنا الصباغه، عاودنا بزاف الاشياء. فان شاء الله راه جايين فيديوهات كيف ما قبل ان شاء الله اللي هي تكونوا على هذا الشكل. غنعاود لكم كيف قلت لكم شحال نختار في الفيديوهات اللي قبل، كاين واحد السلسله ديال مثلا على الديانات وكيفاش بزاف ديال الاشياء وبزاف ديال الحقائق اللي بغيت نمرها مع هذه الفيديوهات اللي خص الناس يعرفوها. من بعد ان شاء الله يجيين سلسلات بزاف على اشياء اخرى. المهم تتمنى يكون يعجبكم الفيديو كيف ما قلت لكم، تهلاو فراسكم، نشوفكم في فيديو اخر. تشاو.